عليكم. النهاردة هنتكلم في السكند لكتشر اللي بتتكلم عن الفيميل سكس هرمون. الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على التايبس اوف استروجين، والتايبس اوف استروجين بدأنا بيهم بالناتشرال استروجين وخلصناهم، وبدأنا نتكلم على السيمي سينسيتك استروجينز، واحنا النهارده بنكمل في السيمي سينسيتك استروجينز قبل ما نبدأ في الانتي استروجين. الدراج اللي قدامنا ده بيتسمى ميوتشوال برو دراج. انتوا اخدتوا طبعا انواع البرو دراجز، وميوتشوال برو دراج ده تايب من الكارير لينكد او الكارير لينكد برو دراجز، وير الكارير اللي بنتعامل معاه مش انرت موليكيول، لا لكن ده بيولوجيكالي اكتيف دراج. وبالتالي يبقى الميوتشوال برو دراج ده عباره عن دراج بيتكون من تو فارماكولوجيكالي اكتيف ايجنت كابلد توجذر سو ذات ايتش كان اكت از ا برو مويتي فور ذا اذر. طيب الاستراكشر اللي قدامنا ده بالشكل اللي احنا شايفينه عباره عن ايه؟ لو شلنا الاستر اللي فوق دي وشلنا كمان الاتش اللي كانت موجوده في الاو اتش اللي تحت دي، شلنا كل الجروب دي سبستيتيوتد جروب دي على الهيدروكسيل، هما الاثنين لو اتشالوا يبقى احنا رجعنا الدراج تاني لناتشرال استروجين عادي خالص. طيب احنا عملنا ايه؟ عملنا في نمره 17 استر من الفوسفات، وبالتالي علشان تتكسر جوه الجسم فبتروح للمكان اللي فيه فوسفاتيز انزيم جديد. طيب والاستروجين نفسه انا بديه ليه؟ انا بديه كاستروجين او بديه كاندروجين انتاجونست. وليه بديه كاندروجين انتاجونست في الحاله دي؟ هنقول حالا. وبعدين بقى البروميتي الاكتف اللي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن كاربامايد، والكاربامايد بتاعي ده ماشك فيه نيتروجين ماسترد. النيتروجين ماسترد دي هي المويتي اللي هي عبارة عن بيس كلورو إيسايل نيتروجين أو أمين. البيس كلور بيس دي معناها إن التو سبستيتيوشن على النيتروجين شبه بعض بالظبط ايدنتيكال، فهو كلورو إيسايل ده اسمه نيتروجين ماسترد. والماسترد دول من الدراج الأنتي كانسر المشهورة جدا، واللي أكيد إن شاء الله بإذن الله في الترم الجاي في فارماسوتيكال كيمستري 2 هتاخده الانتي كانسر بالتفصيل. فهو زي ما احنا شايفين انتي كانسر خلاص. الدراج اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده 3 دي ستراكشر بتاعه اسمه الاسترامستين صوديوم فوسفات، ده بيتحول لاسترادايول بعد ما يشتغل عليه الفوسفاتيز، بيشتغل على الاستر اللي في ال 17 وبيشتغل عليه كارباميديز، بيشتغل على الكربامايد اللي موجود في رقم 3. يبقى هي كانت او اتش، بقت الاتش طلعت وبقت سي او ان بيس كلورو ايسايل. تمام. الدراج ده بيشتغل كاستروجين فبنستخدمه كانتي اندروجين، وبنستخدمه كمان كانتي كانسر. الانتي كانسر ميكانيزم بتاعه المايسترد دراجز عباره عن انها بتعمل دي ان ايه الكايليشن. نشوف كده بتعمل دي ان ايه الكايليشن ازاي. ادي الدراج بتاعنا، وادي تحت الميكانيزم الدايره الموف دي هي الماسترد اللي الميكانيزم بتاعه زي ما هنشرحه كده. بيحصل انه الامبير اوف الكترونز اللي موجودين فوق النيتروجين بيعملوا اتاك على ال كربون اللي ماسكه في الكلور. طبعا الكلور ده عباره عن مويتي بتحمل نيجاتيف تشارج، وبالتالي في بارشال بوزيتيف تشارج على الكربون اللي ماسكه في الكلور، فبيطل اتاك من الدبل اللون بير اوف الكترون اللي فوق النيتروجين على البارشال نيجاتيف تشارج اللي موجوده في الايسايل اللي هي تاني واحده قريبه من النيتروجين، وبالتالي بيخرج الكلورايد، بتطرد الكلورايد بره وتتكون عندي 3 ممبرد رينج عباره عن N وشابك فيها 2 كربون بتوع الايسايل. الرينج دي اسمها ازيريدينيوم كاتايون، ازيريدينيوم كاتايون. الازيريدينيوم كاتايون ده
طبعا، لانه الثري ممبر درينك دي حاجه يعني مش مريحه على الاطلاق. ما فيش الرينج اللي متكونه من ثلاثه من ثلاثه ممبر دول عباره عن رينج فيها سترين فظيع جدا، سترين فظيع جدا، وبالتالي سهل قوي انها تتكسر. فاي امينو جروب موجوده في الدي ان ايه وهم كثر طبعا، اللون بير بتاعها بيروح يعمل اتاك على اي من التو كاربون اللي جنب النيتروجن. ليه؟ لان هم طبعا عندهم الكترون ديفيشنسي، فتكون النتيجه انه يحصل ادكت ما بين الدي ان اي وما بين الكربون دي، ما بين الدي ان اي وما بين الكربون دي. الكلام ده مش بس بيحصل على وان سايد من الكلورو ايثايل، لا ده بيتكون بالظبط على الاذر سايد، وبالتالي بيحصل كروس لينكينج للتو ستراندز بتوع الدي ان اي بواسطة الماستر ديونت دي. يبقى الماستر ديونت دي كالكايليتنج ايجنت بتروح تعمل الكايليشن للدي ان اي، بتعمل كروس لينكينج للدبل ستراند بتاعة الدي ان اي، تمام، وبالتالي بتمسك الدبل ستراند بتوع الدي ان اي، فبتمنع ان هم يحصل لهم انفولدنج عشان تبدا البروسيس بتاعه المالتيبليكيشن بتاعه الخليه، وبالتالي بيوقف الاوفر اكسبريشن بتاعه المالتيبليكيشن بتاعه الخليه اللي بيسبب لي الكانسر. الاسترامستين صوديوم فوسفيت نسيت اقول لكم ان هو بيستخدم في البروستات كانسر. وليه اشمعنى البروستات كانسر اللي بيستخدم فيه؟ هو بيستخدم في البروستات كانسر لانه البروستات عباره عن مكان مليء بالفوسفاتيز، وبالتالي انا لما بعمل الفوسفيت استر اللي كانت فوق دي، فالفوسفيت استر دي بالطبيعه بيروح الدراج ناحيه اكتر مكان فيه فوسفاتيز انزيم، فيبدأ يتكسر في البروستيت، وبالتالي الماستر دي يشتغل على الكانسر، وأصلا الكانسر of prostate بيكون نتيجة لزيادة الأندروجين أو الأوفر إكسبريشن of الأندروجينز، فتكون النتيجة أنه الأستروجين as a moiety تشتغل كأنتي أندروجين، والماستر ده as a pro moiety يشتغل كأنتي كانسر، فنقدر نعمل successful treatment للبروستيت كانسر. نوع تاني من السيمي سينثيتك استروجينز اللي هنتكلم عليهم دلوقتي هم الصوديوم استرون سلفيت والصوديوم اكوالين او الدلتا 7 استرون سلفيت. الفرق بينهم هما الاثنين في الاستراكشر هي الدبل بوند اللي في دلتا 7. وقلنا انه ما دام قلنا دلتا 7 يعني اذا الدبل بوند دي ما بين الكربون رقم 7 والكربون رقم 8، ما دام ما قلناش غير رقم 1. يبقى انا عندي two structurally related compounds اللي هم الصوديوم استرون والصوديوم اكوالين. الصوديوم استرون والصوديوم اكوالين هما الاثنين conjugated او هما الاثنين mixture من الدراج موجودين في دواء اسمه البريمارين مشهور جدا. البريمارين ده عباره عن conjugated استروجين. يعني ايه conjugated؟ هما الحقيقه اعتبروا ان الدبل بوند اللي في رقم 7 دي extended للconjugation بتاعه البنزين رينج اللي هي رقم A، رينج A عندي. ليه؟ لانه طبعا بيحصل ان الدبل بوند اللي تحت عندي دي بتبقى شويه الناحيه دي وشويه الناحيه التانيه زي ما احنا عارفين باللفه بتاعه البنزين، فده extended conjugation. خلاص؟ طيب بيجيبوه منين بقى الميكشر من الصوديوم استرون والصوديوم اكوالين سلفيت دي؟ يعني اخترعوه منين؟ هو الحقيقه عباره عن purification من اليورين بتاعه البريجننت هورس. purification من اليورين بتاعه البريجننت هورس. بيطلعوا التو دراجز دول وهما الاثنين بيعملوا لهم كونجوجيشن في ميكسشر، والميكسشر ده بيبقى تقريبا بنفس البرسنتج اللي موجود في اليورين بتاع المير او الهورسز، تمام، وبنستخدمه as a treatment او كهرمونال ريبريسمنت ثيرابي. يبقى اول استخدام له عباره عن هرمونال ريبريسمنت ثيرابي، وبالتالي بيقلل شويه الانوينينج
سيمبتومز اللي بتحصل مع المينوبوز زي الهوت فلاش والفاجينال دراينس البيرنينج الاريتيشن اند سو اون. الاستخدام التاني ليه كهرمون برضو ريبليسمنت ثيرابي هو انه يقلل في البوست مينوبوزال ومن يقلل الاستروبيروزز، لان زي ما قلنا في المحاضره الاولانيه من الاستروجينز انه الاستروجين وجوده بيزود الكالسيوم ابسوربشن وديبوزيشن في البون، وبالتالي مع المينوبوز بيقل الكلام ده فبيعمل استروبيروزز. اخر حاجه بقى انه بيستخدم في الاوفيريان فيلير او اي كونديشن بقى بتنتج عن قله الاستروجين في البادي. الدراج ده له شورت ديوريشن وفيري ويك اكتيفيتي، عشان كده بنسميه اتنيويتد. ليه ما بنديهوش فول اكتيف؟ لان احنا برضو قلنا قبل كده انه زياده الاستروجين افتر المينوبوز له سايد افكت كتيره جدا، اقلها انه بيحصل كانسر بريست او اندوميتريوم. كده احنا خلصنا الناتشرال استروجين وخلصنا السيمي سينثيتك استروجين، وهنبدا نتكلم في السينثيتك نون ستيرويدال استروجينز. يعني ايه نون ستيرويدال؟ يعني ما فيهاش الستيرويد نيوكليوس. اعتقد ان انتوا في عملي اخدتوا الشكل ده وحافظينه كويس قوي. الشكل ده derived من الاستلبين داي إيسيلين داي فينايل إيسايلين، تمام؟ وانتوا خدتوا طبعا الداي إيسايل ستيلفستيرول، شفتوه كويس قوي واشتغلتوا عليه، وعرفتوا ان الديستنس ما بين التو هيدروكسيل جروب، ان هي دي الثيوري اللي اتبنى عليها الديزاين بتاع الدراج ده، ان الديستنس ما بين التو هيدروكسيل جروب 12.1 انجستروم في الداي إيسايل ستيلفستيرول، وكنا عارفين انها في الاسترادايول 10.9. وقلنا امال ازاي بيدي اكتيفيتي؟ ولما شرحنا في الاسترادايول او الاستروجين، لما شرحنا البايندنج بتاعه جوه الريسبتور جوه الاستروجين ريسبتور، قلنا خدوا بالكم ان احنا عندنا ووتر موليكيول بتطول المسافه شويه، وبالتالي الداي ايسايل ستيلبستيرو اداني نفس الباترن اوف بايندنج، وبالتالي بيدي نفس الايفكت، تمام؟ طيب الترانس ايزومر طبعا هو البوتنت، معروف. ليه الترانس ايزومر هو البوتنت؟ لانه السيس ايزومر هتبقى البنزين رينج جنب البنزين رينج، هيبقى التو بنزين رينج جنب بعض، وبالتالي المسافه ما بين الاو اتشز، واعتقد ده عملته في العملي، ما بتبقاش متساويه، تمام؟ يبقى الترانس ايزومر هو البوتنت وهو اللي بيديني الاسترادايول بايندنج او بيميمك الاسترادايول بايندنج. الحقيقة الدراج ده مش بيستخدم دلوقتي، اللي بيستخدم هو الفوسفوستيرول اللي جنبه على طول ده، وزي ما احنا شايفين هو برضو يا دوب فوسفيت استر داي فوسفيت استر، تمام؟ ده له جريت ووتر سوليابيليتي، وبيستخدم في البروستات كانسر، وبيستخدم از انترافينس انجكشن. يبقى بنستخدمه عشان الجريت ووتر سوليابيليتي بتاعته اللي جايه من تواجد الداي فوسفيت استر. طب نفتكر كده عشان نشوف البايندنج بتاع الداي ايسايل ستيلبستيرول، نفتكر كده كان البايندنج بتاع الاسترادايول ازاي. كان عندي الهيدروكسيل جروب او الفينوليك او اتش اللي موجوده على البنزين رينج، وبالتالي هي ان بلانر فورم، هي in a planar form كانت بتمسك ال O اللي عندي وال H اللي عندي الهيدروكسيل دي، كانت بتمسك في جلوتاميت. الجلوتاميت ده عندي كربوكسيليك جروب COO بالماينس، بيمسك فيها الهيدروجين بتاعة الهيدروكس أو الفينوليك OH اللي موجودة في الأسترادايول، وكان كمان بتمسك الO بقى اللي عندي، كانت بتمسك في مين؟ في الأرجينين 394. الووتر موليكيول كانت بتعمل ككوردينيت كده بتساعد لي على البايندنج ده، والOH اللي في نمرة 17 كانت بتعمل بايندنج مع الهستيدين 524 أو 524. طيب تعالوا نبص كده، هو الداي ايسايل ستيلبستيرول بيعمل ايه؟ اهو الداي ايسايل ستيلبستيرول الاو اتش اللي في نمره
او واحده فيهم بتمسك في الهستيدين 524 زيها زي الاو اتش اللي في رينج دي، وعندي الرينج ايه بتمسك زي اللي موجوده الفينوليك جروب اللي موجوده في الرينج ايه، انا عندي فينوليك جروب بتمسك في الجلوتاميت 353 وبتمسك كمان في الارجينين 394. تمام، والحته اللي بتطولها الاو اتش الووتر موليكيول دي هي اللي بتساعد ان المسافه تبقى مظبوطه وتسمح بالبايندنج مع الارجينين. تمام، عشان كده الداي اسايل ستيلبستيرول بيدي نفس الاكشن اللي بيديه الاسترا دايول رغم ان هو مش في الستيرويدال نيوكليس. نفتكر الصار احنا قلناها المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، بس تعالوا نراجعهم كده بسرعة. كنا قلنا ان الالكايليشن بتاعة الاروماتيك رينج بتقلل الاكتيفيتي، ما نقدرش نعمل الكايل جروب في واحدة فيهم لانها بتقلل الاكتيفيتي. وكنا قلنا ان الاروماتيك رينج اللي هي الرينج نمبر 8 والفينوليك جروب او الهيدروكسيل جروب الفينوليك جروب اللي موجودة فيها اسينشال جدا للاكتيفيتي. انا بعمل منها فوسفيت استر بس ده بيتكسر بسرعه جدا جوه الجسم، او بعمل منها كارباميت برضو بالكارباميديز بيتكسر جوه الجسم زي اللي احنا عملناها في الاسترامستين. طيب رينج بي انا عندي المفروض ان ما فيهاش انساتوريشن، بس احنا شفنا ان احنا لو عملنا فيها انساتوريشن الانساتوريشن زي اللي عملناه في البريمارين في الايكوالين صوديوم اللي هي دلتا 7 دي عملت ايه؟ دي قللت الاكتيفيتي فخلته اتنويتد استروجين. انا محتاجاه في بعض المشاكل، بعض المشاكل بتحتاج الاتنويتد استروجين زي الهرمونال ريبريسمنت ثيرابي. عارفين ان الكربون رقم 17 بكونستنت ديستنس من الفينوليك جروب اللي في نمره 3 دي اسينشال للاكتيفيتي، وعارفين من الدراجز اللي احنا خدناهم زي الايسينايل استراديول ان احنا لو عملنا في ال 17 الفا بوزيشن او لو عملنا في ال 16 سبستيتيوشن بالعكس ده بيزود الاكتيفيتي، وخصوصا اللي في ال 17 الفا دي بتخليها لي اورالي اكتيف. وطبعا القاعده الاساسيه ان مش لازم يبقى في ستيرويدا نيوكليس زي ما شفنا في الداي اسايل ستيلبستيرول، وان لازم يبقى عندي بلانر هيدروفوبيك سكافلد ما بين التو هيدروكسيل جروب الهيدروكسيل اللي في 17 والفينوليك اللي في نمره 3، علشان ده لازم يبقى موجود عشان الاورينتيشن بتاعه الموليكيول بتاعي جوه الاستروجين ريسبتور عشان يعمل اوبتمايزيشن للاستروجينيك اكتيفيتي. كده خلصنا الاستروجين كلهم سواء كانوا ناتشرال او سينثيتك او سيمي سينثيتك، وهنبدا بقى في الانتي استروجين. الانتي استروجين عندنا عباره عن ايه؟ عباره عن ريسبتور انتاجونست، ودول بيتقسموا لفول انتاجونست والسيرم اللي هم سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، وهنشوف يعني ايه موديوليتور. وعندنا الاروماتيز انهبيتور، كنا ذكرنا البايوسنسز بتاعه الاستروجين وعرفنا ان الاروماتيز ده عباره عن انزيم بيحول الاندروجينز لاستروجينز، فالتستوستيرون بالاروماتيز بيتحول للاسترادايول، والاندروستين داي اون اللي فيه كربونيل جروب في 17 وكربونيل جروب في نمبر 3، الاندروستين داي اون بيتحول بالاروماتيز للاسترون. تمام، يبقى احنا عرفنا ان الاروماتيز ده عباره عن انزيم بيحول الاستروجين الاندروجينز لاستروجينز، فلما اعمل له انهيبيشن كأن ما بخليش الاستروجينز يتكونوا، كأني بستخدمه از انتي استروجين. تعالوا نبدا من الاول كده من الريسبتور انتاجونست. اولا بنستخدمهم في ايه؟ ما دام انا عايزه اقلل الاستروجين يبقى انا عايزه اقلله عشان فانكشن
هو لما بيبقى موجود عالي بيسببها ديس ادفانتج، علوه بيسببها. احدهم لو انا عايزه اعمل موديفيكيشن للريبرودكتيف بروسيس، يعني عايزه اعالج الانفيرتيليتي ازاي، هو ده مش هرمون الفيميل سكس هرمون، بس الاستروجين ده لما بيعلى في فتره من الفترات انا بحتاجها، لازم بعد كده يقل عشان يبدا سيل بروجستيرون يعلى فالسايكل تتم. تمام، لو هو فضل عالي على طول عمر ما هيبدا يحصل برودكشن للبروجستيرون، وبالتالي هيساعد لي على الانفيرتيليتي. يبقى احد الموديوليشن بتاعه او الموديفيكيشن في البرودكتيف بروسيس ان انا استخدم الانتي استروجين. تاني حاجه انه لو الاستروجين عالي زي ما قلنا افتر منيبوز بيعمل بريست كانسر، فانا عايزه ممكن اعالج بالانتي استروجين الاستروجين ديبندنت بريست كانسر. الريسبتور انتاجونست دول زي ما قلنا ار فيرزر كلاسيفايد انتو فول انتاجونست و سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز. يعني ايه بقى القصه دي؟ سيلكتيف موديوليتور يعني بيشتغل على الريسبتور بشكلين، مره بشكل ومره بشكل. فالدراجز دي لها تيشو سيلكتيف اكشن، لها ديستينكت كونفورميشنال تشينج، بتدخل في الريسبتور مرة تغيره علشان تستخدم نفسها as استروجين يعني، ومرة بتغير نفسها علشان تستخدم as anti استروجين زي ما هنشرح بعد كده لما نيجي نشرحها بالتفصيل. يبقى مرة بتبقى agonist ومرة بتبقى antagonist ازاي، او according لايه؟ according للتشينجز اللي بتعملها، للconformational changes اللي بتعملها في الريسبتور. تمام، طيب لو هي عايزه تعمل لي نفس الاكشن، طب امال ايه اللي هيخليها هي اللي تدخل على الريسبتور؟ ان البايندنج بتاعها سترونج، البايندنج بتاعها سترونج. خدته برده واحنا بنشرح لكم الدراج ديزاين، خدته ان لازم الانتاجونست او لازم يشتغل البايندنج بتاعه يبقى اكتر قوه من الاجونست عشان يكمبيت مع الاجونست ويدخل هو يدي الاكشن بتاعه. اخر حاجه الاروماتيز انهبيتور زي ما قلنا بتبلوك الكونفرجن بتاعه الاندروجين للاستروجين. اول مثال عندي للفول انتاجونست، طبعا انا اول ما اشوف بعيني كده اشوف ايه؟ اشوف التيل الطويل جدا اللي موجود في الفولفر الفول فيسترانت. الفول فيسترانت ده بيور انتاجونست. ليه؟ طبعا زي ما احنا شايفين كده بيمسك بقوة رهيبة. ليه؟ لان انا عندي كام حاجة، عندي اولا لايبوفيلستي عالية جدا نتيجة للتراي فلورو ميسايل والداي فلورو اتوم اللي موجودة هنا والسلفوكسايد، فاللايبوفيلستي بتاعتي عالية جدا. تمام، انا عندي سبستيتيوشن في الكربون رقم 7 بلونج الكايل تشين، الديل الطويل ده بيعمل بايندنج زيادة وطبعا بيغير الريسبتور تماما، ما بيسمحش بالبايندنج النورمال بتاع الاستراديول في الاستروجين ريسبتور، وبالتالي بنعتبره كسيلكتيف استروجين ريسبتور دريجر او داون ريجوليتر. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في تريتمنت بتاع البريست كانسر اللي هو استروجين ريسبتور بوزيتيف ميتاستاتيك بريست كانسر في البوست منيبوزال وومن. ولان اللايبوفيلستي بتاعته عاليه جدا زي ما احنا شايفينه كده، فهو الحقيقه بيستخدم وانس مونثلي كانترا ماسكولار انجكشن. يبقى ده المثال اللي هناخده على الفول انتاجونست. طب ايه بقى قصه السيرم دول؟ تعالوا نشوف. اول واحد فيهم ما بنشوفش فيه قوي قصه الموديوليتور دي، لكن هو اتقسم من اول ما طلع ك سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، وبالتالي احنا حطيناه بهذه التقسيمه. ميكانيزم اوف اكشن بتاعه يونيك مش زي بقيه الجروب. بيشتغل ازاي كلوميفين ستريت؟ كلوميفين ستريت ده دراج مشهور جدا اللي هو الكلوميد، دراج من الدراجز المشهوره جدا اللي بتساعد على الاوفيوليشن، بتعمل ستيميوليشن للاوفيوليشن. بتشتغل ازاي؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض. احنا كنا قلنا انه الاستروجين قبل الاوفيوليشن بيعمل بوزيتيف فيدباك على الهايبوثالامس علشان يبدا يزود انها تعمل ريليز للجونادوتروبيك ريليزنج هرمون،
ويعمل بوزيتيف فيدباك لما بيطلع شويه استروجين، يعملوا بوزيتيف فيدباك على البيتيوتري جلاند علشان تزود الاف اس اتش والال اتش. ده قبل الاوفيوليشن. بعد الاوفيوليشن بيحصل ايه؟ بعد الاوفيوليشن نفس الاستروجين ده بس بقى اللي طالع من الكوربس ليوتيوم هو مع البروجستيرون بيطلعوا يعملوا فيدباك انهيبيشن نيجاتيف فيدباك، فيقللوا الجونادوتروبيك ريليزنج هرمون ويقللوا الاف اس اتش. ليه؟ علشان تفضل الكوربس ليوتيوم تطلع لي الاوفم دي تبقى يعني جاهزه علشان يحصل لها فيرتلايزيشن وتحافظ على بقيه الاوفم، لان الفيميل زي ما احنا عارفين يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها بكل الاوفم اللي عندها، فعشان ما يحصلش اهدار للاوفم دي بتحافظ عليها بانها بتعمل نيجاتيف فيدباك، فتمنع ان الفوليكل ستيميوليتنج هرمون يطلع فوليكل يعمل فوليكل واليوتينايزنج يعمل لها ماتوريشن. طيب شغله بقى الكلوميفين ستريت انه بيعمل انهيبيشن للنيجاتيف فيدباك ده، كانه بيعمل ايه؟ بيسمح ايفن بعد تكوين الكوربس ليوتيوم بيسمح للهايبوثالامس انها تطلع جونادوتروبيك ريليزنج هرمون، ويسمح للانتيريور بيتيوتري جلاند انها تطلع الاف اس اتش والال اتش. يبقى كان الكلوميفين ستريت ماينس الماينس يبقى بوزيتيف، يبقى بيمنع النيجاتيف فيدباك بتاعه الاستروجين ريسبتور اللي في الهايبوثالامس اللي هي بيحصل لها انهيبيشن لما بيطلع الاستروجين من الكوربس ليوتيوم، فيبدا يحصل انهيبيشن ما يطلعش جونادوتروبيك ريليزنج هرمون من الهايبوثالامس وما يطلعش من الانتيريور بيتيوتري فوليكل ستيميوليتنج هرمون. عملنا انهيبيشن للفيدباك بتاع الاستروجين بعد الاوفيوليشن، لما عملنا زاد الجونادوتروبيك ريليزنج هرمون زاد الفوليكل ستيميوليتنج هرمون، يبقى عملنا ستيميوليشن لعمليه الاوفيوليشن. علشان كده احد السايد افكت بتاعه الكلوميفين ستريت ان هي بتعمل اوفر اوفيوليشن، فبيبقى في سسبتابيليتي ان هو يبقى في توائم مع الناس اللي بتستخدم الكلوميفين ستريت في طيب شكله ايه كلوميفين ده؟ الكلوميفين ده زي ما احنا شايفين كده هما تو ايزومرز. التو ايزومر بتوعي دول عباره عن السيس والترانس ايزومر. السيس كلوميفين هو عباره عن، احنا عارفين ان السيس ده معناه زد، يعني الكلور والسبستيتيوتد فينايل الاثنين على نفس الدايركشن، ده السيس كلوميفين اللي هو الزوكلوميفين. والترانس كلوميفين عباره عن الايما ايزومر فبيتسمى الان كلوميفين، وده بيكون الكلورايد اتوم وسبستيتيوتد فينايل في الاوبوزيت دايركشن، في الاوبوزيت دايركشن. تمام. السيس كلوميفين له ويك استروجينيك اكتيفيتي، والترانس كلوميفين له انتي استروجينيك اكتيفيتي. علشان كده الميكستشر منهم هما الاثنين بيحصل ايه؟ بيعمل السيرم ده، بيعمل الافكت بتاع ايه؟ الموديوليشن ده. الاثنين عباره عن ديفاتيف من التراي فينايل ايسيلين، يبقى بنسميهم تراي فينايل ايسيلين انالوج انتاجونست. تمام. طيب زي ما قلنا هما شكل الاستلبين اللي هو الداي فينايل ايسيلين بس عملنا سبستيتيوشن بفينايل تالتة. الراسيميك ميكستشر اللي احنا بناخده من الاثنين جيومتريك ايزومر اللي عندي دول بيبقى البرسنت بتاعه 50-50 على الاستروجين ريسبتور، بيعمل الانتاجونيستك اكتيفيتي بتاعه الهايبوثالامس اللي احنا قلنا عليها دي والبيتيوتري طبعا، بس على الاوفرز بيعمل بارشل اجونيستك افكت. يبقى هو فوق في السي ان اس بيعمل انتاجونيزم، والانتاجونيزم ده نتيجه للترانس ايزومر، اما السيس ايزومر اللي له ويك استروجينيك اكتيفيتي فبيبقى له اجونيستك افكت على الاوفري، وبالتالي هو بيعمل ايه؟ هو الانتاجونيستك افكت اللي بيعمله فوق في الهايبوثالامس بيزود الفوليكل ستيميوليتنج هرمون واليوتينايزنج هرمون، والاجونيستك افكت اللي بيشتغله
اللي بيشتغل بيه على الاوفري هو كمان بيزود الاوفيوليشن، وبالتالي بيعالج الان فيرتيليتي. والسايد افكت بتاعه هو المالتيبل بيرث، زي ما قلت ان هو بيزود قوي عدد الاوفم، فممكن يحصل مالتيبل بيرث، وبيعمل هايبر ستيميوليشن للاوفري، ودي لها سيمتومز بقى يعني بيحجموها الدكاترة، وبالتالي نتيجة للهايبر ستيميوليشن دي ممكن تؤدي للبولي سيستيك اوفري. طب بقيت بقى السيرمز، ده الكلوميفين قلنا ان هو له يونيك اكتيفيتي لوحده وشرحناها. طب بقيت السيرمز بقى، انا عندي نوعين، عندي التاميوكسيفين وعندي الرالوكسيفين. التاميوكسيفين زي ما احنا شايفينه شبه قوي الكلوميفين، بس انا عندي ايه، انا عندي ايسايل بدل الكلوروميسايل اللي كانت موجوده في الكلوميفين، انا عندي ايسايل جروب بدل الكلوروميسايل اللي كانت موجوده في الكلوميفين. ده مين؟ ده التاموكسيفين. اشتغل ازاي يا اولاد؟ التاموكسيفين والرالوكسيفين والاسترادايول كلهم بيشبكوا في الاستروجين ريسبتور، كلهم في نفس المكان، لكن كل واحد فيهم له بايندنج مود مختلف. نتيجه لان البايندنج مود ده بيبقى مختلف، بيحصل distinct conformational change فين؟ في الريسبتور، في المكان اللي عمل فيه البايندنج. وبالتالي في الترانس اكتيفيشن ريجن اللي هي جوه الريسبتور من جوه، اللي هي موجوده في الليجند بايندنج دومين، بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما يحصل ريكروتمنت للكو ريجوليتور اللي هي ايذر كو اكتيفيتور وبالتالي يبقى agonistic effect، أو co-oppressors وبالتالي يدي antagonistic effect. يبقى unique conformational change دي هي اللي بتحدد إزاي الريسبتور بينتراكتوا وبيرسبوندوا، عن طريق أي نوع من الاكتيفيتور بيحصل لهم recruitment. يا إما الريكروتمنت ده يبقى الكو-اكتيفيتور يبقى agonist، يا إما الكو-oppressor يبقى antagonist. تمام؟ طيب في كل التشو الاسترادايول استروجين ريسبتور كومبلكس بتريكرود الكو اكتيفيتور، طبعا ده الاجونست بتاعي الاساسي الناتشرال، خلاص، وبالتالي الجين ترانسكريبشن بيحصل له ستيميوليشن وتدي الاجونستيك افكت الايه الناتشرال. يجي بقى في البريست تشو الرالوكسيفين والتاموكسيفين الاثنين باوند على الريسبتور ويمنعوا الاسوسيشن بتاعه الكو اكتيفيتور، وبدالهم يجيبوا الكوبريسور. فالاثنين التاموكسيفين والرالوكسيفين اللي هما الاثنين اكزامبل اللي احنا هناخدهم غير الكلوميفين كسيرم او كسلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، الاثنين على البريست تيشو يشتغلوا كو، يشتغلوا انتاجونست. ليه؟ لان هما بيريكروتوا او بيجيبوا كوبريسور بدل كو اكتيفيتور، وبالتالي اشوف او اللي بيحصل انه في انتاجونستيك اكشن بيحصل. طيب نيجي بقى على الاندوميتريوم، على اليوترس، يحصل ايه؟ يجي عمنا الرالوكسيفين، الرالوكسيفين استروجين ريسبتور كومبلكس يريكروت كوبريسور، يبقى هيشتغل ايه؟ انتاجونست. وير بقى التاموكسيفين يريكروت ايه؟ يريكروت كو اكتيفيتور، يبقى هيشتغل ايه؟ يشتغل اجونست. طب وانا مستفيده من القصه دي في ايه؟ مستفيده انا بعالج بمين ايه؟ تمام؟ تعالوا نشوف ليه بيحصل كده. نركز كده في الاستراكشر، في الفيجر اللي قدامنا ده. ده الاسترادايول العادي بتاعي. الاسترادايول اظن حفظنا ان الاو اتش بيحصل اكشن مع الجلوتاميت 353 عن طريق الاتش، والارجينين 349 بيمسك في الاو، بيمسك في الاو، والاو اللي عندي دي بتمسك كمان فيها الميه، وبالتالي انا لما باجي اصمم الدراجز اللي هم انا عايزه المسافه ما بين التو اتش او اتشز تبقى موجوده، الحقيقه الاو اتش بتاعه الداي ايسايل ستيل بيستيرو بتبقى تقريبا في مكان الميه دي، ده الفرق في الطول. تمام؟
ده هناك في الداي اسايل ستيلبستيرول، انا براجع معاكوا بس. تمام. تاني يبقى انا عندي البلانر فينايل ومعاها الفينوليك او اتش بتمسك في الجلوتاميت وفي الارجينين، وعندي الاو اتش اللي في 17 بتمسك في الهيستيدين. انا عايزه ابص على شكل الريسبتور كده وهو متصور. الريسبتور المتصور ده فيه ايه؟ انا عندي الريسبتور ده عباره عن سبيس واسع جدا زي ما انتم شايفين، سبيس واسع. السبيس الواسعه دي تعالوا نلاحظ ان انا عندي كام ليوسين فيها، ما يهمونيش في حاجه بس انا عايزه اشرح بيهم حاجه بعد كده. انا عندي اليوسين اللي على الشمال خالص 525 واليوسين 540، خدوا بالكم منهم عشان لما نيجي اوريكم البايندنج بتاع التاموكسيفان والرالوكسيفان. تمام. وعندي فوق الهيستيدين 524 اللي بيمسك فيه الاو اتش اللي في 17، الهيدروكسيل اللي في 17، وعندي تحت بيحصل سلوت كده بيدخل فيها الفينوليك او اتش اللي بتمسك في الجلوتاميت 353 والارجينين 394 او 394. تمام. خدنا بالنا كويس قوي. البايندنج سايت بتاعي ده واسع، مساحه واسعه، شايفين السواد كتير ازاي، مسافه سبيشيس فيها سبيس كبيره جدا وكلها هيدروفوبك. تمام. الفينول داخله في نارو سلوت في حته ضيقه جدا، الحته الضيقه دي بتدخل فيها وتمسك في مين؟ في الجلوتاميت والارجينين. تمام. اول ما هي تدخل في يعني المكان الضيق ده يحصل ايه؟ يحصل ان بقيه المولكيول يحصل له اورينتيشن، بقيه المولكيول يحصل له اورينتيشن. ده الراجل الطيب بتاعنا ده، تعالوا شوفوا ال 3D لما بنعمله للهيليكس بتاع البروتين. اللي بالموف الماجنتا ريد ده او الموف الفائع ده عندي هم مين؟ هم الكو اكتيفيتور بتوعي. البلو هيليكس ده هو الجروفز بتاعتي. البلو هيليكس ده بيملى الجروف بتاعي ده البروتين. وبالتالي الكو اكتيفيتور اللي هم اللي بالماجنتا ريد دول يدخلوا ويمسكوا معايا. تمام. طبعا ده دايمريك اكتيف ريسبتور، يعني ده الدايمر، دول اتنين جنب بعض. تمام. طيب شفنا الشكل ده، خدوا بالكم من اللون الازرق، الدبل هيليكس الزرق دول موجودين يمين وشمال وحاضنين جواهم الدراج، جواهم الدراج. تعالوا نشوف ايه التغيير اللي هيحصل. ده البايندنج بتاع مين؟ بتاع الرالوكسيفان. تمام. وطبعا شبهه البايندنج بتاع التاموكسيفان لان التغيير يعني هو في شويه تغييرات في الاستراكشر بس نفس الفكره. ايه الفكره؟ هي الهيليكس الكبير ده اللي فيه النيتروجن. تمام. عمل ايه؟ انا كان عندي هناك اتنين ليوسين باينين، واحد فيهم بس هو اللي موجود عندي دلوقتي على الشمال اللي هو ال 525، امال التاني فين؟ ما عادش موجود. ليه؟ لان التيل الطويل اللي طلع لي على الشمال ده زق البروتين، زق الهيليكس بتاع البروتين. تمام. لما زقه بقى البايندنج مود مش هو هو، بقى عندي بايندنج زياده. الاسبارتيت 351 عمل بايندنج زياده. تمام. يبقى البايندنج بيحصل بس انا عندي هنا مين بقى، فين الكو اكتيفيتور اللي انا هجيبهم عشان يعملوا نفس الاكشن اللي فات؟ الحقيقه هو هيبقى متغير شويه. الفينوليك جروب شبه الفينوليك جروب، والالكول شبه الالكول في الاسترادايول، وبيعملوا نفس البايندنج مع الهيستيدين 524 والجلوتاميت 353 والارجينين. تمام. لكن انا عندي بقى انتر اكشن زياده مع الاسبارتيت 351، ده يعمل انتاجونيستيك اكتيفيتي لان اللي حصل انه السايد تشين منعت الفولدنج بتاع الريسبتور، منعت الريسبتور انه يقفل مظبوط ويعمل زي كفر كده على الدراج. تعالوا نشوفها اوضح كده في الفيجر اللي بعد كده. ايه اللي حصل هنا؟ شايفين الماجنتا ريد اللي طالعه عندي دي بقت بره،
الهيليكس اللي على اليمين ده اتزق خلاص وبقت هي اللي وطحاني، ما بقاش الريسبتور حاضن وقافل، البلو هيليكس دول ما بقوش حاضنين وقافلين زي ما كان مفروض يعملوا، وبالتالي كو اكتيفيتور ما عادوش قادرين يدخلوا يعملوا كوردينيت وبايند عشان يحصل الكو اكتيفيتور، بقى البلو هيليكس دول ريبيلد اتزقوا بعدوا، وبالتالي البايندنج مود اختلف، وبالتالي ده يديني الانتاجونيستك اكتيفيتي بتاعتي. ده الاستراكشر بتاع التاموكسيفان اللي هو النولفاديكس، دواء شهير جدا. انا ما بستخدمش غير الزد ايزومر اونلي، لان زي ما انا قلت انه الزد ايزومر ده بيدي ايه هناك، نفتكر كده نروح نشوف كده في الكلوميفين. انا كنت ايه مين فيهم الزد ايزومر كان بيعمل ايه؟ ها يا رب نفتكر، كان له ويك استروجينيك اكتيفيتي، بس الايه السيس، لكن الترانس هو اللي كان له الايه، كان له الانتي استروجينيك اكتيفيتي. انا عايزه الزد ايزومر اللي هو السيس، تمام. طيب له انتاجونيستك اكتيفيتي على البريست تيشو، وكمان على البار، ولو بارشال اجونيستك اكتيفيتي على الاندوميتريوم والبون والليفر. طب البارشال اجونيستك اكتيفيتي دي على البون كويسه جدا، هتساعد لي على الديبوزيشن بتاعه الكالسيوم، لكن على الاندوميتريوم الحقيقه هي هتعلي الريسك اوف اندوميتريوم كانسر. ليه؟ عشان هيحصل سيكنينج للوول اوف اندوميتريوم، ومش مفروض يحصل سيكنينج افتر المينوبوز، تمام. بيستخدم اورالي عشان يعالج الاستروجين ريسبتور بوزيتيف بريست كانسر في البري والبوست مينوبوزال وومن. التاموكسيفين من الحاجات اللي لما اجي ابص في شكلها كده، عشان كده احنا عملنا البايندنج وريناكوا بتاع الرالوكسيفين، هبص كده واقول ايه، طب هو فين الاو اتشات يا جماعه اللي هتعمل البايندنج دي؟ راحت فين؟ فين الاو اتشز اللي هتعمل البايندنج دي؟ فعشان كده تعالوا نشوف كده الميتابوليزم بتاعه هيحصل له ايه. الميجور ميتابوليست ميتابوليك برودكت بتاع التاموكسيفين عباره عن الان ديميثايليشن، بيحصل ان ديميثايليشن للتاموكسيفين، فده عباره عن الميجور وده الحقيقه ان اكتف. طب تعالوا نشوف كده الماينور شكله ايه. الماينور عباره عن هيدروكسيليشن، بارا هيدروكسيليشن. البارا هيدروكسيليشن دي اللي هي الماينور ميتابوليك برودكت ده بيديني الفور هيدروكسي تاموكسيفين او اسمه افيموكسيفين، والحقيقه ده الاكتف فورم بتاع التاموكسيفين، الحقيقه ده الاكتف فورم بتاع التاموكسيفين. والافيموكسيفين بقى دلوقتي في الماركت بقى دراج باي اتسلف. اهم حاجه عندي في الاستراكشر ده انه يبقى عندي الامينو ايثايل سايد تشين دي. ليه؟ لان الاو دي هي اللي هتعمل برضو الاستروجينيك اكتيفيتي، تمام. والحاجه الثانيه اللي تهمني في الستراكشر بتاعي ده ان انا الهالوجينيشن، لو حصل هالوجينيشن في الايثايل سايد تشين، يعني بقت الايثايل دي بقت مثلا كلورو ايثايل، فده هيقلل الانتي استروجينيك اكتيفيتي اللي انا اصلا بستخدمه عشان، تمام. يبقى الهالوجينيشن في الايثايل سايد تشين بيقلل الاستروجينيك اكتيفيتي. لو عملت الهالوجينيشن ده بيديني دراج اسمه التورميفين ستريت، وده برضو دراج موجود في السوق اسمه الفارستون، والفارستون ده بيستخدموه علشان لو قللت شويه الانتي استروجينيك اكتيفيتي بيبقى له بعض الاستخدامات. طيب نشوف بقى البايندنج بيحصل ازاي. احنا قلنا طبعا لازم يبقى فيه اكتيفيشن عن طريق البارا هيدروكسيليشن، لان هو كانه برو دراج كده، وانا بعمل الاكتف فورم بتاعه عباره عن الماينور ميتابولايت اللي بيحصل فيه بارا هيدروكسيليشن، فبيحصل بارا هيدروكسيليشن ويحصل البايندنج ما بين الجلوتامين 353 والارجينين 394، تمام كده. طيب امال
ادي التيل الطويل اللي بيعمل بايندينج مع الاسبرتيت 351. تمام كده يا شباب، ادي الريسبتور بتاعي وادي البايندينج بتاع التاموكسيفين. اما الرولوكسيفين فهو الحقيقه شكله مختلف تماما. ليه بقى شكله مختلف تماما؟ هو في كذا حاجه في الاستراكشر مختلفه. التاموكسيفين عندنا رينج كده، الرينج اللي هي البنزو سايوفين رينج دي عملت زي ريجيد للاستراكشر، زيها زي الرينج اللي بقت انكوربوريتد فيها الامينو جروب اللي فوق. وبالتالي الامينو جروب اللي موجوده في الرينج دي بتعمل بايندنج مع الاسبارتيت 351 اللي هو البايندنج الزياده اللي بيدي الانتاجونيستك اكتيفيتي. وعندي التو فينوليك و اتش، واحده فيهم بتمسك في الهستيدين والثانيه فيهم بتمسك في الارجينين والجلوتاميت، ويبقى انا عندي البايندنج بتاع الرولوكسيفين عالي جدا. الرولوكسيفين السيفتي بروفايل فيه عالي، لان زي ما احنا قلنا ان التاموكسيفين لانه بيدي اجونيستك افكت على الاندوميتريوم فبيسمح بالثيكنينج بتاع الاندوميتريوم، وبالتالي ممكن يؤدي لكانسر اوف يوترس. لكن هنا الانتاجونيستك افكت مش بس على البريست تيشو علشان يعالج الاستروجين بوزيتيف بريست كانسر، لكن كمان على الاندوميتريوم، فمش هيسمح بانه يحصل اندوميتريوم كانسر. اما البارشال اجونست افكت اللي بيعمله على البون وعلى الليفر فده مهم جدا عشان يسمح لي بالديبوزيشن بتاعه البون، وعلى الليفر طبعا قلنا قبل كده كذا مره ان هو طول ما في اجونستك افكت على الليفر فبيعلي الهاي دينستي لايبوبروتين ويوطي اللو دينستي لايبوبروتين. انما بعد المينوبوزل اللو دينستي لايبوبروتين بيعلى فبيعمل انسيدنس اوف ايه اوف كاردياك بروبلم. تمام، بنستخدم الرالوكسيفين عشان اورالي فور تريتمنت اند بريفنشن اوف بوست مينوبوزال اوستيوبوروزيس. مشكلته انه بيعمل هاي ريسك اوف بلاد كلوتس في الليجز واللنج، وعلشان كده بيتابعوا دايما الاي ان ار بتاعه العينين اللي بياخدوه. نبص كده هم عملوا ايه تاني في الاستراكشر كده ويعني نتمعن فيه. طيب الكي ستراكشر فيتشر اللي ادتني يعني شكل مختلف هنا على الاستروجين ريسبتور هي اللي اتسببت فيها البوند اللي عملتها الكربونيل هينج اللي موجوده في النص دي، وبالتالي عملت كونكشن ما بين الموديفايد فينوليك سايد تشين اللي انا بعد كده عملت لها ريجيديفيكيشن بالبنزو سايوفين، والناحيه الثانيه بالان اللي دخلتها في سايكل علشان تعمل بريفنت الميتابوليزم باي اوكسيديشن. خدوا بالكم ان احنا كنا هناك الميجور، كنا هناك في التاموكسيفان كان الميجور ميتابوليك برودكت بتاعي كان الدي امينيشن بتاعت النيتروجين. تمام، انا هنا بقلل الميتابوليزم بالدي امينيشن بان انا احط الان دي في سايكل. الرينج سيستم دي البنزو سايوفين زودت الريجيديتي وخلت البايندنج سترونج جدا لانه بقى فيه فيكسد، المسافه بقت فيكسد ما بين التو فينوليك او اتش اللي بيعملوا لي البايندنج الاساسي، والان اللي في السايكل عملت البايندنج الزياده علشان تديني مع الاسبرتيت علشان تديني الانتاجونيستك افكت. اخر حاجه عندنا في الانتي استروجين هما الاروماتيز انهبيتور، وزي ما قلت في الاول الاروماتيز ده هو الانزيم اللي بيعمل ايه، هو الانزيم اللي بيحول الاندروجين للاستروجين. زي ما قلت بيحول الاندروستين دايون اللي كان فيه 2 كربونايل في نمره 3 ونمره 17 بيحوله لاسترون، وبيحول التستوستيرون اللي هو قدامي اهو بيحوله لاسترا دايون. الاروماتيز
الاكسبرتيز ده يا ولاد عباره عن ايه؟ عباره عن سيتوكروم بي 450 انزيم يعني. بستخدم الانتي استروجين اللي هم اروماتيز انهبيتور عشان برضو نعمل كنترول ريبرودكتيف فانكشن للناس اللي عندهم مشاكل وعايزين نقلل لهم الاستروجين، وبرضو عشان نعالج الاستروجين ديبندنت بريست كانسر في البوست منيبوزال وومن. خلاص؟ طيب قلنا بقى ان الاروماتيز هو 450 سيتوكروم بي 450، نوع من انواع السيتوكروم بي 450 انزيم، وقلنا انه بيحول الاندروجين لاستروجين. هناخد تو دراجز. التو دراجز دول عباره عن الاكس مستين. الاكس مستين ده او الارومازين ده دواء موجود في السوق شبه قوي الاسترادايول، بس بصوا عاملين ايه. هو الحقيقه هو شبه مين اكتر؟ هو شبه الاندروستين دايون، يعني في الاثنين كربونيل اللي موجودين في نمره 3 وفي نمره 17. وعملنا كمان موديفيكيشن في رينج بي باننا حطينا الدبل بوند سي اتش 2 اللي تحت دي. يبقى انا عندي موديفيكيشن في الرينج ايه، ان انا خليته زي كينينويد ستراكشر كده، وعندي موديفيكيشن في الرينج بي بالدبل بوند سي اتش 2 اللي انا حطيتها. تمام؟ طيب ده بيشتغل كان ايرريفرسيبل انهبيتور، يعني بيدخل على الريسبتور يبايند ويمسك في ريسبتور وما يرضاش يفك منه غير طبعا بعد فتره طويله يعني، فيبقى اسمه ايرريفرسيبل انهبيتور. فبنسمي الايرريفرسيبل انهبيتور ده سويسايدال انهبيتور. تمام؟ وبالتالي الاستروجين بايوسينسيس هيقف. ليه؟ لانه ده المفروض كان يمسك في الريسبتور، يجي الاروماتيز لو هو اندروستين دايون يجي الاروماتيز يشتغل عليه، بس الحقيقه هو مش كده. ليه؟ عشان الدبل بوند سي اتش 2 اللي تحت والدلتا ايه اللي موجوده في نمره واحد دول، وبالتالي البايندنج بيبقى اقوى وبيمسك في الريسبتور، يجي الاروماتيز يمسك فيه وما يعرفش يطلع منه الاسترون، وبالتالي يبقى انا عملت انهبيشن للاستروجين سنسز تماما، فيبقى استروجين بايوسنسز انهبيتور. تمام؟ ده مين؟ ده ستيرويدال. ده نوع من انواع اكزامبل على اروماتيز انهبيتور ستيرويدال. تمام؟ يبقى الاكس مستين ده ستيرويدال اروماتيز انهبيتور واسمه الارومازين. تمام؟ طيب نون ستيرويدال، انا عندي النون ستيرويدال بقى عندي دراج تاني اسمه الليتروزول. الليتروزول ده عبارة عن تريبلت، يعني ثلاثة رينج فيهم واحدة ترايازول. الترايازول رينج دي هي فيها كل الكي، لأن الإن اللي حواليها الدايرة الصفرة دي اليلو سيركل دي بتعمل بايندنج مع ايرن اتوم، مع الهيم ايرن اتوم في الإنزيم اللي هو الأروماتيز، وبالتالي توقفه عن الشغل لفترة. فده ريفرسيبل انهبيتور. ريفرسيبل انهبيتور بيستخدم للادفانسد بريست كانسر في البوست منيبوزال وومن، وبيتاخد اورالي، وبيتاخد اورالي، بس له الحقيقه سايد افكت انه برضو بيبقى له ريسك اوف اندوميتريوم كانسر، بيبقى له ريسك اوف اندوميتريوم كانسر. يا رب ما كنتش طولت عليكم. ثانك يو فيري ماتش. نشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله.